انتوا عارفين يا جماعة، الواحد اكتر حاجة استفاد بيها بعد ماتش الاهلي والزمالك ايه؟ ان عادي ايه يعني لما تتغلب نتيجة كبيرة، وتتعلم من النادي الاهلي بعد ما اتغلب 5 من صن داونز. نشوف كده المعلقين قالوا كده عن ماتش الاهلي وصن داونز 5. دول مش لعيبة النادي الاهلي، دول مش من نجوم النادي الاهلي، دول مش ابناء النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده روح وعزيمة واصرار. النادي الاهلي صاحب بطولات وانجازات وارقام قياسيه كبيره. النهارده فضيحه كبيره جدا، والله عليكم عيب يا شباب، والله عيب هذا الكلام، ما يصحش هذا الكلام. اسم النادي الاهلي كبير، اسم النادي الاهلي كبير، وانتوا النهارده صغار في ارضيه الملعب، انتوا النهارده مش رجال في ارضيه الملعب. فين الاصرار والعزيمه؟ عادي اهو، فرقة بتتغلب 5-0 وعادي، وبتكافح وبتجاهد، ربنا كرمه وخدوا بطولتين افريقيا عادي، و5-0 5-0 احنا 5-3.